وأكبر معجزاته الدالة على صدقه القرآن العزيز. ودي يا جماعة فيها رد على شبهة بيجيبوها القوم بيقولوا ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. طوال حاججهم بالقرآن، قول لهم القرآن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل في ولي بيقدر يجيب معجزة؟ هل في؟ ما في. إذن انتهى الأمر.